يا جماعه النهارده في حلقه جديده هنا على هوم سينما. النهارده هنراجع فيلم جديد وهو فيلم توم اند جيري. فيلم توم اند جيري هو من بطوله كلو مورتاز ومايكل بينا، من كتابه كيفن كاستلو، ومن اخراج تيم ستوري اللي كان عامل قبل كده تاكسي وباربر شوب، وكان عامل قبل كده ثينك لايك كمان، وحاليا بيحضر رايد الونج 3. ومن اخر اعماله تقريبا قبل توم اند جيري تقريبا كان عامل شافت. دور احداث الفيلم الكرتون الكلاسيكي المعتاد بتاع توم اند جيري، واللي هو كان كاتبه قبل كده جوزيف باربرا وويليام هانا. بس المره دي غير اي مره قبل كده، ان توم بيقابل جيري اول مره في احدى شوارع نيويورك وكانه ما شافهوش قبل كده خالص. وهنا بتبدا علاقتهم الجديده بين ان القط عايز يمسك الفار. بس مش دي القصه الرئيسيه بتاعتنا في الفيلم. القصه الرئيسيه بتاعتنا في الفيلم هي كايلا، وهي سابت الشغل في احدى الشركات اللي كانت شغاله فيها، وهي بتضطر ان هي تشتغل اي شغلانه تانية. وفجاه اكتشفت نفسها ان هي دخلت جوه فندق واشتغلت في الفندق ده، بس عندها مشكلة ان في توم وجيري. فكايلا لقت فرصة ان هي ممكن تمسك الفار ده بالاستعانة بتوم القط، وهي شايفة لما تيجي تعمل كده ان المدير هيبقى مبسوط منها وهيكافئها. فيلم توم اند جيري القصة المعتادة بتاعت توم وجيري، القط والفار اللي بيجروا ورا بعض. بس يا جماعة توم اند جيري كبير قوي ان هو يتعمل له فيلم زي ده. يعني توم اند جيري الكرتون اللي احنا متعودين عليه، الكرتون الكلاسيكي اللي كان نازل زمان جدا، بقاله اكتر من 50 سنة حرفيا. يعني توم اند جيري على الاصل تقريبا على ما اعتقد من 50 سنة، يمكن اكتر، ده حقيقي 1950 الكرتون اول لما اتعمل. تخيلوا انت داخل تتفرج على فيلم توم اند جيري ما تلاقيش القصه الرئيسيه ان هي توم اند جيري، تلاقي القصه الرئيسيه اللي هي بتاعت كلو مورتاز اللي هي نفسها تشتغل في الفندق، وتوم اند جيري مجرد زي ما تقول كده هم سبورتنج رولز في الفيلم. جماعه الناس اللي قطعت تذكره وداخلين تتفرج على الفيلم، داخلين يتفرجوا على المناقشات اللي ما بين توم وان جيري، ويجروا ورا بعض ويعملوا برانكس في بعض ويعملوا ترابس ويعمل ويسوي، مش داخلين يتفرجوا على كلو مورتاز خالص والله. ده انا منهم، يعني انا من عشاق توم وان جيري حرفيا من وانا كنت في اللفه لحد النهارده، ولحد كمان 50 سنه لما يعدي توم وان جيري لو جه في حرفيا في التلفزيون انا هتفرج عليه. الفيلم ما كانش زي ما انا كنت متوقع خالص. التريلرز انا اصلا كنت قايل في التريلر لما كنت عملت له تريلر رياكشن، انا كنت عارف وشايف ان الفيلم مش هيبقى زي ما انا كنت متوقع، لان لما لقيت في كلو مورتاز في النص وفي مايكل بينا اكيد قلت ان توم وان جيري هتبقى مجرد قصه فرعيه، مش زي الانيميشن اللي احنا كنا متعودين زمان من 50 سنه اللي بنتفرج عليه لحد النهارده في التلفزيون، اللي احنا طالعين ان هم ينكفوا في بعض وخلاص. ده انت لو حرفيا لو كنت حطيت لي توم اند جيري بيطلعوا ينكفوا في بعض في الفيلم من اوله لحد اخره هبقى طالع مبسوط وهعمل لك شابوه يا عم. بس الفكره الانيميشن اللي هم عاملينه بتاع توم اند جيري حسيت ان انا بتفرج على سبيس جام، او حسيت ان انا بتفرج على لوني تونز باك ان اكشن. مش هو نفس الفكره اللي انا كنت في دماغي اللي انا كنت عايز اتفرج فيه على توم اند جيري. يعني لو كنت فضلته على او الستيك لنفس الكرتون بتاع زمان اللي هو بقاله بتاع 50-60 سنة، انا كنت تمام يا عم وشاري، خد فلوسي يا عم وخد قلبي وخد اللي انت عاوزه. بس لما لقيتك بقى دخلت لي كلو مورتاز في القصه، دخلت لي مايكل بينا، ومجرد توم اند جيري مجرد حاجه في او حاجه من ضمن الحاجات اللي موجوده في الفيلم، مش دي القصه الاصليه. يعني ده بجد، يعني الناس قطعت تذكره عشان دخلت تتفرج على توم وجيري، على فكره مش دخلت عشان تتفرج على قصه كايلا خالص وتيرنس. فكره حلوه ان هم جابوا كذا كاركتر من الكرتونز بتوع توم وجيري، سواء الكلب اللي كان اسمه سبايك، والقط اللي هو الاسود والاورنج، والقط الصغير الرصاصي، والقطه اللي كان بيحبها توم. كان في كذا بصراحه كذا يعني جاست ابييرنس من الكرتونز بتوع زمان، بس ده برده مش اللي انا عايزه. لو انت كنت هتطلعهم لي في صيغه الكرتون القديم انا ما عنديش اي مشكله، بس مجرد ان انت هتحطهم وتحشرهم في القصه لدرجه ان هم ما لهمش اي لازمه عشان تبين ان احنا اهو احنا جبنا ضيوف شرف من الكرتون القديم عشان تفتكر ان احنا حطينا توم اند جيري، فجبنا ضيوف الشرف دي وحطيناهم، اللي هو اهو انت المفروض كده تفرح وتنبسط. لا خالص، ما لهمش اي علاقه اصلا بالحوار. انت حرفيا طلعتهم لي في كام مشهد مجرد عشان تخدم الاودينس بتاعك بتاع زمان اللي كان بيتفرج على الكرتون اللي بقاله 50 سنه، مجرد عشان تقول ان احنا حطينا الكاركترز دي وانت ما كنتش هتتوقعها. لا يا عم عادي، حتى لو حطيتها ما حطيتهاش، بس لما جيت حطيت الكاركترز انا ما استفدتش اي حاجه، لان عارفين ان الكلب بيجري ورا توم وعايز يمسكه ويضربه والكلام ده كله زي ما كنا متعودين في الكرتونات القديمه. هو في الفيلم ده ما عملش كده خالص. توم كان بيحب القطه اللي هي النتايه او الانثى اللي كان بيحبها في الفيلم ده. ما فيش اي حاجه في الفيلم تدل ان هو بيحبها او عايز ان هو يفليرت معاها زي الكرتون اللي كان من 50-60 سنة. فانت حرفيا انت ما عملتش اي حاجه جديده، حرفيا انت جبت كاركترز وحرفيا رميتهم في فيلم سكريبت كان زي الزفت والفيلم كان زي الزفت، وحرفيا بعتلي الفيلم على اساس ان توم وجيري هم القصص الرئيسيه اللي موجوده في الفيلم. بس انت حرفيا انت ما عملتش كده، انت مجرد جبت توم وجيري حطيتهم كده على جنب، بس القصه الاصليه بتاعت كلو مورتاز انت بعت الفيلم على اساس ان هو توم وجيري.
فالفيلم جاب فلوس عشان ان هو توم وجيري، انما انت لو كنت بعت الفيلم من غير توم وجيري حرفيا الفيلم ما كانش مش هيجيب 2 جنيه على بعض. على الاسف تقييمي ليه فيلم توم وجيري هو 3 من 10. زعلت جدا 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 ان بجد ده يكون فيلم توم وجيري بعد سنين طويله جدا من الكرتون اللي كان نزل، وقلنا اخيرا هنتفرج على توم وجيري من اول وجديد في السينما، بس بصراحه الفيلم كان زي الزفت الزفت الزفت، يعني حتى ما اقترحش ان انتوا حرفيا تتفرجوا على الفيلم ولا تضيعوا فيه وقت، احسن لكم تتفرجوا او تفتحوا توم وجيري القديم بتاع اللي هو بقاله بتاع 50 سنه وما تتفرجوش على الجديد. بس دي كانت حلقه النهارده في توم وجيري هنا على هوم سينما. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للقناه التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضه هسيب لكم اللينك في الديسكربشن. وباي باي.